قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. هيا، هل أنتم مستعدون؟ 1، 2، 3. حسناً، أنا الحكم. يا لك من قطة جميلة. حسناً يا بدر، من هو الفائز؟ أنا. انظروا، وهذه هي جائزتي. من أين أتت هذه القطة؟ لقد أتت لتلعب معي. انتبه، القطط التي تعيش في الشارع من المحتمل أن تكون حاملة للأمراض. أنا لن أخذها معي، سوف ألعب معها قليلا، وأعتقد أنها ستعود من حيث أتت. أبي، هل سنأكل الآن؟ لكن يجب أن تذهبوا لغسل أيديكم. سوف نغسل أيدينا ونعود لنساعدك في تجهيز الوليمة. هذا الكباب لا يقاوم. أنا الفائز. انتظر، بقيت محاولة لبدر. هيا يا بدر، آخر محاولة لك. آه يا بطني. بدر، هل أنت بخير؟ الحمد لله، لقد أصبح بخير الآن، ولكن يجب عليك يا بدر الاعتناء بنظافة يديك وغسلها جيدا قبل الأكل، وتجنب لمس الحيوانات، فلا تعلم ماذا تحمل من جراثيم وأمراض. شكرا لك أيها الطبيب، وأنت يا أبا فواز شكرا لاعتنائك بابني بدر. إن بدر بمثابة ولدي، الحمد لله أننا اطمأنينا عليه. أنا سعيد لأنك بخير يا صديقي. وهل غسلت يديك جيدا؟